السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وكن رب زدني علما. معكم محمد بهاء الدين. اليوم إن شاء الله هنكمل موضوعنا الوركينج ويز فايلز أند دايركتري إن لينكس، التعامل مع الفايلات والدايركتري في اللينكس. كنا في السيشن السابقة قلنا لما نحب لما حب... لما الواحد بيحب إن هو يعمل كرييت لي فايل كان بيستخدم أمر اسمه تاتش. التاتش ده كان بي كريت لي ام بي تي فايل، ولما كنت احب استعرض محتويات الفايل ده او اشوف الكونتنت بتاعه كنت بستخدم امر اسمه كات. ده كان بيعرض لي محتويات الفايل. لما كنت برضو احب ان انا اعمل اكريت دايركتري كنت بستخدم امر اسمه ميك داير. ده كان بيكريت لي دايركتري. لما كنت احب استعرض او ان انا الست الدايركتري ده او اشوف الدايركتري ده ايه اللي جواه كنت بستخدم امر اسمه ls. النهارده بقى ان شاء الله هنكمل بقيه الموضوع بتاعنا ده. هنتكلم ان انا لو عايز اعمل كوبي، عايز اعمل بيست، عايز اعمل موف، عايز اعمل رينيم، عايز اعمل ديليت، عايز اعمل بقيه الاشكال اللي هي بتتعامل مع الملفات والدايركتري. تمام. اول حاجه هنتكلم عنها سي بي. سي بي ده لما احب اعمل ايه؟ كوبي. امر السي بي ده بيعمل لي نسخ للفايلز والدايركتري الاثنين مع بعض. بس خلينا دلوقتي في اول حاله عندنا اللي هي حاله الفايل. هو بينسخ لي دلوقتي الفايلز. تمام. بينسخ ازاي الفايل؟ هقول لكم الاول السنتاكس بتاع الكومند. مثلا الكومند ده بيتكتب شكله ازاي. بكتب امر السي بي وبعمل سبيس، بكتب الباص بتاعي، الباص او الفايل نيم او اسم الملف على حسب الباص اللي انا بكتبه، اذا كان ابسولوت باص او اسم ملف لو كان ايه ريلاتيف باص. هكتب الباص بتاعي هنا او الفايل نيم، وبعد كده بعمل سبيس وبكتب بقى الباص بتاع مكان البيست بتاعي. انا هنسخه فين، هحطه فين. وممكن اعمل كوبي فايل على فايل، يعني اكتب هنا الفايل نيم بتاعي او الباص برضو بتاعي، وهكتب هنا في مكان البيست هكتب ايه الفايل نيم اللي انا هنسخ عليه. وهنشوف كل الكلام ده عملي. هنفتح توزيعة السنتوس بتاعتنا، وبعد كده نفتح تيرمينال علشان نبتدي ايه نشتغل مع السيستم. هنخش كده سي دي عشان نبقى على الهوم دايركتري بتاعنا. نعمل ال اس نشوف كده اللي جوه ال اس بتاعنا، نستعرض محتوياته. هي حبه فايلز ودايركتري نازله مع السيستم. هنبتدي دلوقتي نكريت مجموعه من الفايلز بقى احنا والدايركتري الخاصه بينا اللي هنتعامل معاها. هنستخدم امر التاتش طبعا. هستخدم مثلا هسمي الدايركتري بتاعتي تيست 1 تيست 2 تيست 3 انتر. اعمل لهم كده ال اس، موجودين الثلاثه وهم. هنعمل دلوقتي نكريت مجموعه من الدايركتري برضو، هنسميهم داير 1 داير 2 داير 3 ال اس ليهم برضو داير 1 داير 2 وداير 3. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي هنسخ اللي هو الفايل اللي اسمه تيست 1 داخل دايركتري داير 1. طب دلوقتي كده مثلا لما اعمل كده ال اس كده لداير 1 فاضي، ملف فاضي. تعالى بقى بعد عمليه النسخ هنشوفه. اعمل سي بي واكتب الفايل نيم بتاعي تيست. وخلي بالك لو ملف التيست ده مثلا انا واقف تحت السلاش هكتب الباص بتاعي. مثلا ملف التيست ده او الملف اللي انا عايز انسخه في مكان تاني مثلا تحت سلاش فار تحت سلاش هوم تحت اي مكان إن كان هكتب الباص بتاعي. ولو البيست بتاعي ده في اي مكان تاني وهو طبعا هيكون في اي مكان تاني هكتب برضو الباص بتاعي. او لو هو برضو هنسخ في داخل في فايل في دايركتري موجود معايا هكتب اسم الدايركتري داير 1 انتر. تمام. انا الاسم كاتبه غلط، هو مش لاقي ملف اسمه تيست فبقول لي ده مش موجود. هو اسمه تيست 1 انتر. هو دلوقتي بالفعل نسخه. اعمل لي كده ال اس ملف تيست 1 موجود، لان انا كده كده العمليه اللي عملتها عمليه ايه كوبي. حتى لو نسخ بياخد صوره وبيسيب الاصل. تعال نعمل كده احنا ال اس لداير 1 عندنا ونشوف اهو ملف ايه تيست 1 بالفعل بقى موجود تحت داير 1، بقى في نسخه منه.
طب تعال نشوف كده، لو عايز اعمل كده كوبي من فايل على فايل، لما بعمل كوبي من فايل على فايل بيعمل لي عملية ايه؟ اوفر رايت، بيعدل البيانات. يعني لو انا عندي داتا على الفايل ده وهعمل كوبي على كوبي من فايل عليه، هيتتغير كل الداتا اللي جوه الفايل ده، وهتبقى ايه اللي اتعمل لها كوبي هي اللي هتبقى موجودة. هي دي فكرة الاوفر رايت. مثلا انا عندي ملف اللي هو باسورد ده تحت سلاش اي تي سي. الملف ده طبعا مهم جدا في السيستم، وهنبقى نتكلم عليه، وفي شغل كتير جدا جوه داخل الملف ده. تعالى ايه نعمل مثلا كات الاول كده للملف اللي اسمه ايه تيست واحد ونشوفه ملف فاضي. طيب انا دلوقتي هنسخ ملف باسورد ده على ملف تيست واحد ونشوف النتيجة. هنعمل cb slash etc slash password base وهقول له ايه تيست واحد، تمام انتر. هو سألني بيقول لي هو انت عايز تأوفر رايت؟ انت كده هتأوفر رايت؟ انا لو نسخت هعمل اوفر رايت. لو دوست له yes طبعا هينسخ ويعمل اوفر رايت، لو دوست له no هيوقف العملية. فانا طبعا هدوس له ويس. وممكن يعني هو سألني هنا علشان انا روت، ممكن لما اكون انت يوزر ممكن ما يسألكش، وبرضو احنا هنجربها نشوفها. دوست يس. تعالى كده نعمل كات لملف اللي اسمه تيست واحد ونشوفه ايه ده بقى كله كلام، عمل عليه ايه اوفر رايت. ولو نسخت ملف تاني في كلام تاني غير ده على الملف بتاعنا اللي هو تيست واحد، الكلام ده كله هيتغير. ليه؟ لان هو ده ايه فكرة الاوفر رايت. كلير كده للصفحة. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه تاني؟ ممكن انسخ مع تغيير الاسم. ازاي؟ يعني مثلا الملف اللي هو اسمه تيست واحد ده هنسخه مع تغيير اسمه داخل داير واحد. ازاي؟ هكتب الملف بتاعي اهو تيست واحد، وهكتب ايه الباص بتاعي، او انا هنسخه فين تحت داير واحد. لما عايز اغير الاسم هعمل ايه بعد كده؟ سلاش، وهسمي الاسم الجديد مثلا هسميه ايه 3 ام ودوس لي انتر. لما اعمل كده ال اس داخل داير واحد، هلاقي دلوقتي عندي ملف تيست واحد وملف جديد باسم ايه ام 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 اللي هو ايه اللي هو نسخته بعد ما غيرت ايه اسمه. تمام جميل جدا. طيب انا ممكن انسخ مجموعة من الفايل عندي مرة واحدة كأني داي زرار ايه الكنترول بتاعي. ازاي؟ هدوس مثلا كده سي بي وهنسخ مثلا تيست واحد وتيست اتنين وتيست تلاتة، هنسخ التلات فايلات دول واحطهم فين؟ في تحت داير اتنين مرة واحدة. طب ورينا كده ازاي. اقول له سي بي وهفتح البريسز بتاعتي وهقول له تيست واحد كوما تيست اتنين كوما تيست تلاتة، ماشي. اقفل لي كده البريسز واحطهم تحت داير اتنين. تمام. لما اعمل كده ال اس لداير اتنين، لقيت بالفعل ايه تيست واحد وتيست اتنين وتيست تلاتة. ده لما احب اعمل مجموعة من الايه من الفايلز. طيب في حاجة كده هنحط ايه اوبشن مع سي بي ونشوف الاوبشن ده هيعمل ايه، ولاحظ كده الفرق. انا دلوقتي مثلا هعمل لك سي بي مثلا تيست تلاتة وهنحطه فين تحت ايه داير تلاتة. بس قبل ما نكتب الارجومنت بتاعنا هنعمل ايه، هنحط الاوبشن بتاعنا اللي هو داش في وشوف الاوبشن ده هيعمل ايه. تيست تلاتة تحت داير تلاتة، تمام انتر. لاحظ هنا قال لك ايه؟ قال لك تيست تلاتة راح تحت ايه داير تلاتة، وداير تلاتة بقى جواه تيست تلاتة.
عمل لي هنا ايه الفي دي داش في دي، عملت لي ترانزاكشن، عرضت لي العمليه بتاعتي ايه اللي حصل، يعني نوع كده من ان هي ورتني ايه اللي حصل. لان بالفعل كده لما اعمل ال اس تحت داير 3 هلاقي ايه، نقل لي تيست 3 بس هو عرضها لي. لما ما كنتش بحط الاوبشن اللي هو داش في ما كانش بيعرضها لي. فدي ايه ميزه الاوبشن. طب بقى تعالى نتكلم على النقطه الثانيه اللي هي ايه، ان انا عايز اكوبي لدايركتري. انا دلوقتي عرفت اعمل كوبي لفايلز، عايز اعمل كوبي لدايركتري. ازاي اعمل كوبي لدايركتري؟ هو باستخدام الامر اللي اسمه سي بي، بس هستخدم برضو اوبشن. الاوبشن ده هو اللي هيمكنني ان انا انسخ الدايركتري ازاي، او هو الاوبشن داش ار. داش ار ده ريكيرسيف، هينسخ لي الايه، هينسخ لي الدايركتري. وبرضه هي نفس الفكره، بان انا هكتب الباص او الدايركتري بتاعي، وبعد كده هعمل سبيس واكتب ايه الديستنيشن بتاعي، او البيست، او مكان البيست بتاعي، او الباص بتاع البيست بتاعي اللي انا هنسخ فيه. مثلا تعالى كده ننسخ ايه، داير واحد اللي احنا مكريتينه، هننسخه تحت داير 2 سبيس داير 2، دوس الانتر يعمل لي كده ال اس. داير واحد موجود وداير اتنين موجود، انا خدت كوبي منهم. طب نعمل لي كده بقى ال اس لي داير اتنين، وشوف كده اهي تيست واحد وتيست اتنين وتيست تلاته، ده لما خدتهم مجموعه مع بعضهم ولقيت ايه داير واحد موجود اهو اتنسخ معايا. تمام. برضو كذلك الامر لو عايز انسخ دايركتري بنفس يعني وانا بغير اسمه، يعني هنسخ مثلا داير واحد دلوقتي ده واحطه داخل داير اتنين وهغير اسمه، فايه هعمل سي بي داش ريكيرسيف اللي هي الار، ماشي، وهقول له ايه انا عايز انسخ ايه داير واحد، واحطه فين، احطه تحت داير اتنين. تمام. وعايزك وانت بتنسخه تغير لي الاسم فاحط السلاش. طب انت عايز تسميه ايه، هسميه مثلا داير 50 50. تمام. دوس الانتر اعمل لي كده ال اس لي داير اتنين، شوف لي بقى داير اتنين اللي انا نسخت فيه، بقى عندي داير واحد وعندي داير 50 50 اللي هو ايه الدايركتور اللي انا لسه نسخه بعد تغيير الاسم بتاعه. يعني انا لما من الاخر كده بحب اغير الاسم، بكتب مكان الكوبي بتاعي وبعد كده سبيس مكان البيست بتاعي، وبعد ما بكتب البيست بتاعي المكان بتاعي الباص بتاعي بعمل سلاش وبكتب ايه النيم الجديد بتاعي اللي انا عايز اغير بيه. طيب عايز اخد مجموعه من، انسخ مجموعه من الدايركتري برضو دفعه واحده مره واحده، ازاي؟ برضو هستخدم سي بي داش ار، وهفتح البريسس بتاعتي كده وهاخد ايه داير واحد كوما داير اتنين، ماشي، واقفل البريسس بتاعتي، هحطهم فين، هحطهم تحت داير تلاتة، انتر. لما اعمل كده ال اس لداير تلاتة هلاقي بالفعل داير واحد وداير اتنين اتنسخوا. وممكن اخدهم، يعني ممكن ان انا وانا باخد مجموعه من الدايركتري وبرده كذلك مجموعه من الفايلز، بان انا ما احطهمش داخل بريسز، وان انا اخدهم ايه، اخدهم عادي يبقى ما بينهم سبيس. مثلا تعالى كده نشوف مثال ان انا اعمل سي بي كده، انا في الحاله دي مثلا هاخد ايه داير 3 وداير 2 واحطهم تحت داير 1، فهقول لي كده هاخد لك سي بي اهو لداير 2 سبيس داير تلاتة، اديني خدت التلاتة دولا، وبعد كده سبيس واحطهم تحت ايه داير واحد، تحت داير واحد، تحت داير واحد. هو ما نسخهمش، هو ما نسخهمش، اه تمام، هو ما نسخهمش لان انا نسيت احط ايه داش الار، لان هو مش هينسخ دايركتري بامر السي بي بس كده، لازم اكون حاطط داش ار.
اهو هو كده اتنسخ. لما هاجي واعمل ال اس لي داير واحد اللي هو المكان اللي انا الديستنيشن بتاعي او مكان البيست بتاعي، هلاقي بالفعل داير ايه، داير اتنين وداير تلاتة. بس علشان انت ما تتلخبطش من كتر السبيس وتبقى مش عارف بقى مكان الديستنيشن فين او مكان البيست بتاعك فين، وهو كده كده عامة مكان البيست بتاعك هو بيبقى اخر دايركتري. طب افرض انا واقف في مكان وهنسخ وكاتب من باص لباص، لو كاتب، لو انا واقف في مكان مثلا واقف تحت السلاش وهنسخ من تحت الروت وهحط تحت السلاش هوم، تمام؟ مش هينفع استخدم الشكل ده اصلا، لازم احط الشغل بتاعي واحط الفايلز بتاعتي او الدايركتري بتاعتي في ايه، داخل بريسز، اكون محددهم واكون محدد شغلي. انا ما بفضلش ان انت تشتغل بالشكل ده، انا بفضل ان انت تشتغل شغلك تكون حاطه تحت بريسز. بس انا قلت ايه، برضو تكون عارف جميع الاشكال، بس انت تكون حاططهم تحت بريسز ومحدد شغلك وعارف ان هم دول كانك دايس زرار الكنترول بتاعك وايه، وحاطط تحت البيست بتاعك. ده ايه، ده كده فكرة او مضمون او كل شيء يخص الايه، الكوبي. هنتكلم بقى على الجزء التاني بتاعنا، اللي انا لما احب اعمل ايه، كات او في اللينكس او احنا بنسميها، او يعني اللينكس بيسميها او المصطلح اللي ماشي فيها اسمه ايه، موف. وهي كده كده موف بتساوي ايه، كات. طب انا عايز اعمل كات مثلا او عايز اعمل موف ازاي؟ بستخدم امر اسمه ايه، ام في. ام في ده بيعمل لي ايه، بيعمل لي موف للفايلز وللدايركتري برضو. بس برضو خلينا نتكلم عن الفايلز الاول ازاي. هو برضو نفس فكره الايه، الكوبي او السي بي، بان انا بعد الامر الموف بعمل سبيس وبكتب مكان الايه، الموف بتاعي اللي هو المكان اللي انا هاخده موف، او الباص او الفايل اللي انا هاخده موف، او الباص بتاع الفايل اللي انا هاخده موف ده. وبعد كده بعمل سبيس وبقى ايه، بكتب مكان الديستنيشن بتاعي او مكان البيست بتاعي، تمام؟ وبرضو ممكن ان انا ايه، اعمل موف على فايل زي السي بي برضو. وهي في الغالب امثله وشكل الكوبي، كوبي زي شكل الموف، هما الاثنين واحد في الشغل. بس الاختلاف ان هو ده بياخد نسخه من الفايل، لكن ده ما بياخدش نسخه من الفايل، ده بياخد الفايل الاساسي وبيغير الباص بتاعه بحاله، تمام؟ برضو نشوف امثله، مش هنخسر حاجه. اعمل لي كده كلير كده للصفحه بتاعتك علشان ايه، نبقى صفحه واضحه معانا. طيب اعمل لي كده ال اس عشان نشوف الفايلات عندنا، الشغل عندنا ايه. مش انا دلوقتي هاخد الملف اللي اسمه تيست 3 ده وهاخده موف وهحطه تحت ايه، دايركتري واحد. نشوف الشغل. طب الاول كده نعمل ال اس كده لداير واحد ونشوف تحت منه ايه. مش هو ده اللي تحت منه، ما فيهوش اسم ايه، باسم تيست 3. طيب موف ام في لي تيست 3. دلوقتي انا هعمل ايه، هاخده كات او موف الملف ده، الفايل ده، واحطه تحت ايه، تحت داير واحد، تمام؟ انتر. لما اعمل ال اس كده لما اعمل، انا عايز اعمل ال اس لي داير 3 داير واحد بقى، داير واحد، الاقي بالفعل ان هو ايه، ملف تيست 3 جواه اهو. طب اعمل لي كده ال اس كده في المكان الهوم دايركتري بتاعك، ما بقاش موجود، بقى عندي تيست 1 وتيست 2 بس. بس اهم شيء بقى في امر الموف ده، او اللعبه اللي احنا بنستخدمها بامر، في امر الموف ده، احنا ما فيش عندنا في اللينكس حاجه او امر بيعمل لي رينيم، يغير لي اسم فايل. يعني في الاوامر كده وفي شغلك في لينكس ما عنديش انا امر يغير لي اسم الفايل، الا هو الموف، ان انا بغير المكان مع تغيير الاسم. هو امر الموف بتاعه، امر الموف عندنا هو في لينكس، هو برضو بستخدمه في حالة لما بحب اعمل رينيم. فاحنا برضو في الجزئية دي هنتكلم برضو عن الرينيم والموف الاتنين مع بعض. بس نخلص ايه،
معظم الاشكال بتاعت الموف كده هي عامه في الغالب زي الكوبي، بس ايه لو في افكار جديده برضو نقول لكم عليها. وبرضو لو انا هعمل موف من فايل على فايل هيعمل برضو اوفر رايت، بس هياخد ايه الفايل الاساسي والاصل بتاعي وهيعمل له ايه زي ايه زي كات مثلا كده. خش لي كده سي دي على ايه داير واحد، خلينا داخل داير واحد واعمل لي كده ال اس لداير واحد. بص بقى لو تفتكر اعمل لي كده كات لملف الام ام ام، شوف لي كده محتواه. لما تفتكر ان انا لما خدت محتويات ملف باسورد حطيتها تحت ملف تيست واحد، وبعد كده انا خدت تيست واحد ده خدته كوبي وحطيته تحت داير واحد وغيرت ايه اسمه لتلاتة ام، فبقى جواه محتواه الايه الملف ده. طيب احنا دلوقتي هناخد المحتوى ده وايه وهنحاول نعمل له موف مثلا على فايل تاني عشان نشوف الدنيا كده. اعمل لي كده كلير برضو عشان الدنيا، اعمل لي كده ال اس برضو عشان ايه نشوف الدنيا. ماشي كات كده للفايل اللي اسمه ايه تيست ثلاثة، ملف فاضي وغلبان يا عيني. ماشي اعمل لي بقى موف للملف اللي اسمه ايه ام 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 3 ام ده، تمام. هتعمل له موف على فين؟ انا هعمل له موف على فايل تاني، هعمل له على تيست 3، تيست 3 اهو، تمام. انتر، بقول لي انت هتوفر رايت، هقول له يس. طب تعالى كده اعمل لي كات، او قبل ما تعمل لي كات اعمل لي كده ال اس، مفيش ملف اللي اسمه ام ام، الملف كله بمحتوياته داخل ايه، او محتويات بقى الملف مش ملف بقى، محتويات الملف دي دخلت داخل ايه او اتبدلت او بقت اوفر رايت على ملف تيست 3. اعمل لي كده كات للملف اللي اسمه عندك هنا تيست 3 ده، بقى داخل منه ايه المحتويات بتاعته دي، تمام. اعمل لي بقى كده سي دي، تمام. برضو لما احب هنا اخد ان انا عايز اموف مجموعة من الفايل، برضو ان انا ايه احطهم ما بين بريسز. تعالى كده نكريت لنا برضو مجموعة من الفايل، هنحط مثلا تاتش بتاعنا، نحط التاتش بتاعنا لتيست مثلا 10، تيست 20، تيست 30. اعمل لي كده ال اس، تيست 10، تيست 20، تيست 30. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ هموف مجموعه من الفايل، يبقى ام في المجموعه من الفايل اللي انا هموفها مثلا ده هحطهم طبعا زي ما بنفضل كده تحطهم ما بين بريسز، تيست 10 كوما تيست 20 كوما تيست 30، واقفل البريسز بتاعتك وحطهم تحت اي دايركتور عندك. يعني مثلا هنحطهم تحت الايه تحت داير، او بلاش بقى تحت دايركتور المره دي، تعال نغير شويه، هحطهم والله فين تحت سلاش هوم، ماشي سلاش ايه محمد، حطيتهم على باص تاني يا عم. تعالى كده اعمل لي ال اس كده لسلاش هوم سلاش محمد، لقيت ايه تيست 10 وتيست 20 وتيست 30 اتنقلوا. طيب اعمل لي كده ال اس المكان اللي انت خدت منهم اصلا الموف بتاعك، مش هلاقيهم. ليه؟ لانهم اتنقلوا. ده لما احب اعمل موف لمجموعه من الدايركتري، مجموعه من الفايلز. طب انا دلوقتي عايز اموف الفايل وهغير اسمه، وخلي بالك هي دي الحاله بتاعت الرينيم، تمام. مثلا تعالى كده ال اس نشوف الدنيا عندنا هنا انهي فايل مثلا نشتغل عليه. تيست 2 ده مثلا انا هموفه وهغير اسمه، هموفه ازاي وهغير اسمه؟ مثلا هقول له ام في تيست 2 ده الملف اللي اسمه تيست 2
سبيس. هموفه لفين؟ هكتب الباص بتاعي فين؟ هقول له مثلا لداير 2. عايز اغير الاسم زي ما كنت بغيره في الكوبي، بان انا بعد ما احط مكان البيست بتاعي الباص بتاع البيست بتاعي كنت بحط سلاش بعدها، برضه احط سلاش. هسميه ايه؟ 3 اتش يا عم، تريبل اتش اهو. تمام. لما اعمل كده ال اس في المكان اللي انا واقف فيه مش هلاقي تيست 2، اروح كده ال اس تحت داير 2 هلاقي ايه؟ هلاقي الملف اهو واتنقل باسم 3 اتش. طيب عايز اعمل بقى رينيم للملف، هعمل رينيم للملف. هعمل رينيم للملف، هعمله ازاي؟ هعمل الام في بتاعي الملف عندي مثلا اللي هو ايه، تيست واحد، ده تيست واحد، هعمل له رينيم. هعمل له رينيم ازاي؟ مكان البيست بتاعي، مكان البيست بتاعي ده هحطه في نفس المكان، هحطه في نفس المكان بتاعي. هعمل له مثلا سلاش روت، ماشي زي ما انا واقف هنا في سلاش روت. هسميه ايه؟ باسم ايه؟ مثلا محمد. اعمل لي كده ال اس، مفيش اسم ملف اسمه ايه تيست واحد، لكن هو اتغير وبقى اسمه ايه؟ محمد. هي دي الشكل او الطريقه بتاعت ان انا لو عايز اعمل رينيم لفايل، لو عايز اعمل رينيم لفايل بغير اسم الملف بالشكل ده. وبرضو كذلك الامر في ان انا ايه، عايز بقى نخش بقى في حاله الدايركتري، بان انا عايز اعمل موف لدايركتري. لما كنت فاكر ان انا لما كنت عايز اعمل كوبي لدايركتري كنت بستخدم ايه؟ داش ار ريكيرسيف. طب انا امال هنا هستخدم داش ايه بقى؟ هستخدم داش ايه او الاوبشن بتاعي ايه؟ مش هستخدم اوبشن يا عم، هو نفس الامر بتاع الام في، برضه هو بيعمل لي كات او بيعمل لي موف للدايركتري بنفس برضه الاشكال اللي انا كنت بعملها للفايلز. مثلا قبل ما نعمل كده ام في نعمل ال اس عشان نبقى شايفين الدنيا. مثلا انا هاخد داير 2 وداير 3 واحطهم داخل داير 1، فهعمل الاثنين مع بعض ام في اهو، وهفتح البريسز بتاعتي وهقول له ايه؟ داير 2 كوما داير 3، اقفل البريسس بتاعي، هحطهم ايه؟ هحطهم تحت داير 1، داير 1 انتر. ماشي. طب هو بيقول لي هنا اوفر رايد. طب دوس لي كده نون، معلش نو، انا بس عايز اعمل ال اس كده لداير واحد قبل ما انقله الملفات اكون شايف الدنيا فيه. تمام. هو طلب مني هنا اوفر رايت لان هو اوريدي ان هو جواه داير 2 وداير 3، فعشان كده سالك قال لك طب هو انا هاوفر رايت عليهم، واخدين بالكو؟ فايه، فمثلا هنا انا هعمل هنا ال اس كده لتست عندي، مش لتست بقى، لداير عشان شغالين دلوقتي دايركتي 3، برضو داير 3. ثانية بس، هنا ال اس وبرضو داير 3 تحت منهم ده. طب اعمل لي كده ال اس لداير 2، هو تحت منه داير 1 بس. طيب احنا هنعمل ايه؟ ميك داير، نكريت احنا مجموعة بقى من الدايركتر، داير 10 برضو بقى وداير 20 كفاية، مش هنكتر في الدايركتري. ماشي. انا بقى هعمل ايه؟ موف كده لداير 10، بس نحطهم الاول كده ما بين بريسز بتاعتنا كده، داير 10 كوما داير 20، اقفل البريسز بتاعتك سبيس، هحطهم تحت ايه؟ داير 1 انتر ال اس كده.
مش موجودين. طب ال اس كده لداير واحد بقوا موجودين. برضو هي الموف للدايركتري برضو بتبقى بنفس الطريقة. لو عايز اموف برضو مع تغيير الاسم برضو هحط السلاش بتاعتي وهموف برضو زي الفايل وزي ما عملنا في الكوبي وزي كده. ولو برضو عايز اعمل رينيم برضو لدايركتري برضو هتكون بنفس الطريقة. طيب هنتكلم برضو عن ايه تاني؟ كده احنا اتكلمنا لما نحب نعمل كوبي، لما نحب نعمل كات او موف مع الرينيم. يعني هنا الموف ده زائد او بقى مش كات، هنا زائد بقى يعني هو الامر ده برضو، و او خليها هنا كده ان انا هنا ايه برضو الامر ده بيستخدم ايه رينيم. ده برضو هنا لما بحب اغير الاسم برضو بغيره بالموف. هنستخدم بقى امر الديليت، اسمه ايه ان انا عايز اعمل ديليت، او عندنا في اللينكس ديليت، او الامر ده بيعمل لي ايه ريموف. وخلي بالك موف ده بينقل لكن ريموف ده بيمسح، تمام؟ ده امر الريموف. امر الريموف بتاعي طبعا سهل جدا شكله او السنتاكس بتاع الامر. هكتب امر الار ام بتاعتي وهكتب الفايل اللي انا عايز امسحه بكل بساطه جدا. طب ازاي كده؟ وريني. تعال نخش برضو نشوف عمل. خش لي كده سي دي لا معلش سي دي كده تحت داير ايه، تحت داير واحد عشان نشوف الدنيا. اعمل لي كده ال اس ليها في تيست واحد وتيست اتنين. طب انا عايز امسح بقى ملف. احنا دلوقتي هنتكلم ان احنا ايه هنعمل ريموف لفايل، ريموف لدايركتري ليها ايه ليها اوبشنات هنستخدمها معاهم، بس نصبر. بس هنستخدم دلوقتي هنمسح ايه ريموف لفايل ازاي. ار ام تيست واحد يا عم، الشغل بقى اللي انا عملته بيسألني بقول انت عايز تمسح يس، اعمل لي كده ال اس مفيش تيست واحد، راح تيست واحد تمام. طيب عايزين ايه نمسح برضو مجموعه من الفايل، هنحطهم برضو ما بين بريسز ونمسحهم عادي خالص جدا. مثلا كده روح لي كده سي دي تحت مثلا داير 3، اعمل لي كده ال اس مفيش غير فايل تلاتة ده. طب نكرر كده مجموعة من الفايل عشان نمسح عشان نمسحهم. تاتش واحد اتنين تلاتة ماشي. اعمل لي كده ال اس عندي اهو فايل اسمه واحد وفايل اسمه اتنين وفايل اسمه تلاتة وتست تلاتة. عايز امسح بقى كل ده ماشي يا عم. ار ام اهو اعمل لي بريسز او ممكن من غير بريسز برضو، بس زي ما اتفقنا انا بفضل البريسز ماشي. واحد كوما اتنين كوما تلاتة كوما ومع تيست اهو واسمه تيست ايه تيست تلاتة ماشي. اقفل البريس بتاعتك. سألني بقول انت عايز تمسح ملف واحد يس انتر، اتنين يس انتر، تلاتة يس بس معلش انتوا مش شايفين اهو، تلاتة يس تيست واحد الاربعة يس. اعمل لي كده ال اس مسح. بس لاحظت على كل فايل بيسألني، افرض بقى ده انا بمسح فايلات كتير هيفضل يسألني، ليها حل هنقوله دلوقتي. يعني انت هنا لاحظت ان هو مع كل لما حبيت امسح مجموعه من الفايل فضل يسألني مع كل حاجه انت عايز تمسح عايز تمسح. بس خلي بالك هو سألك هنا عشان تروت، فعلشان انت روت وممكن تكون بتمسح في ملفات النظام فلازم يكون او بقى مش يكون بتمسح بقى في ملفات النظام بدل ما انت بتمسح فبتبقى فاهم. لكن انت ممكن تكون ايدك ايه كتبت غلط او في حاجه حصلت غلط او كتبت مثلا الامر ده غلط، فهو بيتشك معاك بياكد معاك بيقول لك انت عايز بالفعل تمسح، فبتقول له يا يس يا نو، رساله زي رساله تاكيديه. لكن لو انت نورمال يوزر كل صلاحياتك ايه هي؟ هو على الهوم دايركتوري بتاعك
كل صلاحياتك مش هتتعدى ان انت تقدر تضر النظام. يعني انت كل اللي هتمسحه تمسح ملفاتك، تمسح ملفاتك انت ادرى بيها بقى وده شغلك، لكن انت تمسح النظام لا، دي حاجه مسؤوليه النظام. فعشان كده النظام بيحاول يامنها بطريقته، بان هو ايه، بيكتب لك رساله تاكيديه بيقول لك انت عايز تمسح فهي دي ايه الطريقه. في مثلا اوبشن بسيط كده جميل، اعمل لي هنا كده سي دي اسمه داش اي، ماشي. هو داش اي ده بستخدمه لما اكون انا ايه، نورمال يوزر، يوزر عادي. مثلا هوريكم هو ايه داش اي كده عشان تكون بس ايه واضحة معاك الصورة. هعمل اهو كده بقى، مش لا مش سي دي، اعمل لي كده ال اس برضه عشان نكون شايفين الدنيا عندنا. ده جميل جدا، ده مفيش ولا فايل عندنا. طب تعالى نكريت كده مجموعة من الفايل عشان نبتدي نمسحهم بقى. ما هي السيشن بتاعت النهاردة كلها مجموعة كريت فايل كده اهو، نمسحهم ال اس كده اهي، 1 2 3 4 دي الفايلات يا عم اللي احنا ايه كتبناها. عايزين نمسحهم ار ام واحد، سألني هو كده انتر اكتف. داش اي بقى ده هستخدمه امتى؟ داش اي لما اكون انا نورمال يوزر، لما اكون انا نورمال يوزر. ثانية واحدة كده احاول الوج ليكو نورمال يوزر كده وهوريكو الدنيا ازاي. مثلا هلوجن باليوزر اللي اسمه محمد، الباسورد يا رب بس الواحد يكون فاكره. تمام، لوجن معايا على السيستم ال اس كده اهو. اللي بالابيض ده فايل، اللي بالابيض ده فايل، اللي بالازرق ده دايركتوري. طيب انا يا عم بقى عايز امسح ايه؟ عايز امسح فايل تيست 10 ده مثلا، فامسح ملف تيست 10 ده هعمل له ايه؟ ار ام ماشي تيست 10. سألني برضو، اعمل لي كده ال اس مسحه. طب تمام، هو كده بيدي لك رسالة دايما بقى بالمنظر ده، لان كان في التوزيعات اللي قبل كده مثلا كان في سنتوس 5 ما كان بيمسح عادي يعني، لكن هما باين عليهم طوروا الحكاية دي في سنتوس 6 اهو. من الواضح ان هو ايه بيسألك دلوقتي في كل عملية مسح حتى لو انت نورمال يوزر. طب تعالى برضو نجرب كده ار ام كده ل تيست 20 برضو يس. بقى الاي بقى انتر اكتف معاك، وداش اي دي كانت هتدي لك امكانية ان انت تكون ايه انتر اكتف. نرجع بقى للترمينال بقى بتاعتنا كده وهنتكلم على اللي حصل ده دلوقتي. يعني هو دلوقتي طلع بقى روت او نورمال يوزر بيسالك بيقول لك انت عايز تمسح ولا لا، لان هو كان في التوزيعات اللي قبل او كان في الفيرجن اللي قبل كده كان بيسالك بس لو انت روت، لكن كان لما تكون نورمال يوزر ما كانش بيسالك. فهم حدثوا الحكايه دي، والحكايه دي برضه كويسه ان انت لما تكون برضه يوزر وتيجي تمسح برضه يدي لك رساله تاكيديه ويكون انتر اكتف معاك يقول لك يا يا لا. طب انت لاحظت حاجه، لاحظت ان انا لما جيت امسح مجموعه من الفايل فضل يسالني انت عايز تمسح كل ده، عايز تمسح كل ده، او بلاش مجموعه من الفايل، انا جاي امسح فايل ولقيته بيسالني، فدي حاجه رخمه، انا مش عايزه يا عم، انا عايزك تمسح وخلاص، انت ما تسالنيش. تمام، اعمل لي هنا كده ال اس، عندي اهو 2 و3 و4 ماشي. هقول له مثلا كده ار ام ليه الملف اللي اسمه 2 ده برضه سالني، حاجه رخمه. طيب انا بقى مش عايزه يسالني، هقول له ايه ار ام كده داش الاوبشن بقى بتاعنا اللي هنستخدمه اف، اف معناها فورس بالعافيه مالكش دعوه انت، 2 مسحه من غير سؤال من غير اي حاجه، حتى لو مجموعه من الفايلز هيمسحهم من غير كلام. تمام، اعمل لي كده ال اس مسح رقم 2 اهو.
طيب هنتكلم دلوقتي لو انا عايز امسح مجموعه من الدايركتري. الامر اللي بيمسح دايركتري عندي اسمه ميك او ار ام، اسمه ار ام داير، يعني هو ار الامر بتاع الار ام بتاعنا بس ايه مع داير، ار ام داير. وهكتب له ايه؟ هكتب له اسم الداير اللي انا عايز امسحه. مثلا انا عايز امسح داير اسمه داير 2. بس قبل ما عايز اكتب ده عايز اوريكم بس حاجه، كريت لي كده اعمل لي ميك عايزين نعمل ايه؟ ماشي ثانيه واحده بس عشان ايه في حاجه عايز اوريها لكم. ميك داير لملف اسمه داير، لدايركتري اسمه داير. انا دلوقتي مكريت لك دايركتري اسمه داير، جميل، همسحه. فهقول لك ايه؟ ار ام داير، هستخدم امر الايه اللي اسمه ايه؟ ار ام داير. همسح ملف اسمه ايه؟ داير، مسحه. لما هعمل ال اس مفيش دايركتري هنا عندي اهو اسمه داير. طيب هستخدم بقى الامر اللي اسمه ار ام داير ده وهمسح الملف الدايركتري اسمه ايه؟ داير واحد، تمام. مرضيش يمسحه ليه؟ امر الار ام داير بيمسح لك الدايركتري لما بيكون فاضي. دايركتري فاضي يمسحه لك، زي الدايركتري اللي احنا كريتناه اللي اسمه داير ده، كريتناه وما كانش جوه حاجه، فلما استخدمت امر الار ام داير معاه مسحه ما فيهوش اي مشكله. لكن لما جيت استخدم مع ملف دايركتري جواه كونتنت او جواه حاجات ما رضيش يمسحه، رفض يمسحه. امال هستخدم معاه ايه؟ هستخدم معاه امر الار ام داش ار. هستخدم هنا بقى معاه اوبشن تاني. ايه هو الاوبشن ده؟ الاوبشن ده اللي هو ريكيرسيف، اعمله لي مالكش دعوه بس امسحه. داش ايه؟ انا كنت عايز امسح دايركتري اسمه ايه؟ داير واحد. داير واحد انتر. برضو الرساله التاكيديه، عايز تمسح؟ يس يا عم. ايه ده؟ بيسالني بقى على كل محتوى جواه. خلاص هو بيقول لي انت عايز تمسح واحد دايركتري، دايركتري اللي هو داير واحد ده، قلت له قال لي بس ده جواه ايه؟ داير 10. هقول له امسحه. طب جواه داير 3 امسحه. جواه داير 3 تيست 3 امسحه. جواهم جواه برضو، يعني بص كل دي المحتويات اهو. كل ده داخل الدايركتري اهو اهو. ثانية واحدة، هو ايه اللي عمله ده؟ ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ اعمل لي كده ال اس كده لداير واحد اللي جواه كل المهرجان ده، ده هو مفيش غير داير 2. هو فضل يسألني على كل دايركتري، بس انا مش عارف ايه كل الدايركتري الكتيرة اللي جت مرة واحدة دي. والله ما احنا سايبينه، احنا نعمل كده سي دي ونخش جواه ونشوف الدنيا اللي جواه كتيرة دي. ماشي اعمل لي كده ال اس كده لداير 2. ما فيهوش حاجة داير 2. طيب ارجع لي كده بقى سي دي واعمل لي ار ام سبيس داش ار. هنمسح ايه بقى؟ هنمسحه هو تاني برضو اللي هو ايه؟ داير واحد ده. عايز تمسح داير واحد؟ ايوه يا عم عايز امسحه. جواه داير 2 يس، داير واحد يس، اخيرا مسحه. هو بيسألك على كل محتوى داخل الملف داخل الدايركتري ال اس اهو، مفيش داير واحد مسح من عندنا. ايه بقى اللي حصل المهرجان الكتير ده؟ هو بيسألك على كل دايركتري، وبقى يسألك داخل كل دايركتري في فايلز بقى يسألك عليها، وداخل كل دايركتري في دايركتري تاني بيسألك. بص شجرة بقى يسألك على كل حاجة، يسألك على كل حاجة. طبعا الحكاية دي ما تنفعش مش بالطريقة دي.
فانا برضو ممكن استخدم اوبشن داش اف. داش اف ده برضو اللي هو فورس، امسح برضو بالعافيه. مثلا عندي اللي اسمه داير 3 ده، عايز امسحه بقى من غير ما يديني كل الاسئله دي ولا كل الكلام ده، ار ام داش، ماشي، عشان انا همسح دايركتري جواه كونتنت، هستخدم امر او الاوبشن اللي اسمه ار، وعشان ما يفضلش يسالني الاسئله الكتيره البايخه دي هقول له ايه اف فورس للدايركتري اللي اسمه ايه داير 3، انتر بكل سهوله بكل شياكه من غير ايه رغي كتير، مسحه ما بقاش موجود، اتمسح. تمام. عايز برضو امسح مجموعه من الدايركتري عندي، يعني انا عندي اهو داير 2 اهو موجود، كريت لي كده 2 دايركتري كده كمان او اي دايركتري، ميك داير، عايز اكريت دايركتري مثلا اسمه داير 5 وداير 6، انتر. عايز امسح بقى مجموعه الدايركتري دي مع بعض، هقول له ايه امر الار ام سبيس داش، طبعا ار ريكيرسيف اف فورس، ماشي، عشان همسح دايركتري، وايه فورس عشان ما يفضلش يسالني، وهقول له اساميهم بقى اللي هو ايه داير 5، طبعا ممكن تكتبهم كده او تحطهم ما بين البريسز بتاعتك، داير هو اللي عندي داير 2 اهو كوما، وفي ايه تاني، عشان ما عملتش اللي اسف انا مش عارف، طب انا كريتهم كان اسمهم ايه، داير 5 وداير 6، ماشي، داير 5 كوما داير 6، اقفل البريسز بتاعك، انتر، اللي اس بالسلامه كلهم طاروا. تمام. هي دي فكره الار ام. من الاخر انا لما بحب اعمل ديليت، لما بحب هعمل ديليت لفايل هستخدم امر اللي اسمه ده ار ام، ده هيعمل لي ديليت للفايل وهيسالني على كل حاجه جواه، لكن ولكن هيسالني ان انا عايز امسح الفايل ده ولا لا، لكن لو انا عايز امسح الفايل ده من غير سؤال هحط له ايه الاوبشن اللي اسمه داش اف، همسح دايركتري فاضي، هستخدم امر اسمه الار ام داير. تمام. لكن بقى خليك بقى في الغالب لو انت بقى عايز تمسح اي دايركتري وهتمسح بقى اي فايل هتستخدم امر اسمه الار ام، وهتبتدي بقى تلعب هنا بالاوبشن امر الار ام لوحده مع الفايل. عايز تمسح الفايل ده من غير سؤال ومن غير ما يفضل يسالك كتير، استخدم داش اف فورس، همسح دايركتري، الدايركتري ده طبعا جواه محتويات او بقى مش جواه محتويات، هستخدم الاوبشن اللي اسمه ريكيرسيف داش ار، بس في الحاله دي هيسالك على كل دايركتري وفايل داخل الدايركتري ده، عايز تمسحه ولا لا، عايز تمسحه ولا لا، علشان تريح نفسك من كل الاسئله دي هتشتغل بالاوبشن اللي اسمه ار، وهتحط عليه اوبشن اللي اسمه اف علشان يعمل لك ايه، علشان يعملها لك فورس. تمام. واكيد انت مش هتمسح حاجه لانك انت بتكتب الاوامر، لكن لو انت مثلا هتستخدم كيبورد او ماوس ودوست على زرار الديليت غلط، ماشي، هو ده ممكن يطير لك الملف، لكن انت كده كده سطر الاوامر وتحديد الباص بتاع الفايل وكل الكلام ده انت بتكتبه بايدك، فبرضه نسبه ان الفايل يضيع او كده مش كبيره، ده انت اللي هتكون كاتبه بايدك بقى وهتكون ايه قصده. الى هنا بقى ينتهي لقاؤنا اليوم، وان شاء الله السيشن القادمه هيكون هنتكلم بقى عن اللينكس هيلب والهيلب بقى في اللينكس، وهيبقى برضو موضوع جميل ان شاء الله. لكن لا تنسونا من دعمكم بعمل سبسكرايب للفيديو، ويمكنكم متابعتنا على قناتنا على اليوتيوب تيك شير، وايضا يمكنكم متابعتنا على الفيسبوك بيج تيك داش شير، وايضا الجروب تيك داش شير، واللينكات قدامكم اهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.